النهارده عايز بسام رضوان الشماعي خبير الاثار وكاتب المصريات. ونرجع لموضوع النهارده بقى، وبما اننا كده ابتدينا ودينا زي انتروداكشن شمال نسيم زمان عند الفراعنه كان عامل ازاي، حضرتك اولا قلت ان هو ما كانش يوم زي دلوقتي، كان بتبقى فتره من الاحتفالات. اللي انا عايز اعرفه بقى هم كانوا بيعملوا ايه. يعني احنا مثلا دلوقتي النهارده هتلاقي اغلبيه الناس عائلات او اصحاب نازلين عاملين قاعده وفسيخ ورنجه، وسواء في البيت في الجنينه او يروحوا حته، يعني الدنيا دي الطريقه اللي بنحتفل بيها. زمان بقى كانوا بيعملوا ايه؟ بصي، الشخصية المصرية محبة قوي للأعياد في مصر القديمة، ولحد دلوقتي أي إكسكيوز عشان نعمل عيد، أي إكسكيوز عشان نعمل، يعني أنت لو عديتي كم الأعياد اللي عندنا في مصر هتلاقيها بجد من أكتر بلاد اللي في العالم اللي فيها أعياد وفيها أجازات. المصري القديم يعني في أيام الملك جحطمس الثالث، اللي احنا خطأ بنسميته حطمس الثالث، جحطمس الثالث كتب لنا في معابد الكرنك واتنحت كده على الجدران بتاعة الأثر بتاعه أن مصر كان فيها 54 عيد في السنة. ده بتتكلمي ايام عيد طول السنه اللي هو يعني زي ما بنقول كده اني اكسكيوز فور عيد يعني. لكن الفكره بقى اللذيذه ان بعد كام سنه جه ملك تاني اسمه رمسيس الثالث، اللي هو رمسيس بس مش رمسيس الثاني اللي احنا كلنا عارفينه، رمسيس الثالث، وراح كاتب عند مدينه هابو. ده المعبد بتاعه تحفه في البر الغربي بتاع الاقصر، يعني بجد المصريين اللي ما زاروش مدينه هابو في البر الغربي بتاع الاقصر، هذا المعبد الرهيب لازم بجد كلكم ان شاء الله تروحوا تزوروه، لانه حاجه يعني زي ما بيسموها كده فيس فور دايز، يعني عيد للعين لوحده المبنى ده. على اي حال هو بيقول لنا هناك ان مصر بقى فيها 60 عيد، فما بين جحطمس الثالث وبين رمسيس الثالث زدنا 6 اعياد من 54 عيد ل 60 عيد. فتعالي نتخيل مع بعضينا احنا الاثنين كده اهوت ان احنا هنطلع دلوقتي على الجنينه وفي مصر القديمه وهنستمتع. نعمل ايه بقى؟ تعالي الاول نرتدي الملبوسات والكساء بتاعنا، وفي الهيروغليفيه التوب اللي احنا بنلبسه، الثوب اللي احنا بنلبسه دوت اسمه جايت، فخلينا نلبس الجايت بتاعنا ونتحضر، لان تملي المصري والمصريه مشهورين جدا ان هم لما بييجوا يخرجوا بره باب بيتهم، بره باب بيتهم رايحين يجيبوا عيش ويرجعوا بيلبسوا على صنجت 10. بيتانتكوا وينزلوا طبعا، لازم يبقى شكلنا لازم الانتك، حتى لو هتروحي تجيبي كيس مش عارف ايه من ايه. وكلمه صنجه كلمة فارسية بمعنى الوزن اللي هو بيصل الى 10 كيلو و20 كيلو، اللي هو الوزن التوب بتاع الاوزان بتاع الميزان. فلما انت بتستخدمي احلى وزن واقوى وزن في الميزان فانت بتوصلي للتوب. فبالتالي الكلمة صنجة اللي هو الوزن ده احنا خدناها في المثل بتاعنا وسميناها على صنجة 10، لان هو 10 كيلو. فده التوب، مفيش اكتر من 10 كيلو، 10 على 10. كويس كده؟ فاي حاجة التوب بتاعها، اي حاجة القمة بتاعتها انها تبقى 10. فبالتالي انت لابسة على صنجة 10. دي اصل المثل ماشي كده. يعني علشان بس احنا بنتكلم كلام جميل جدا بس ممكن ما نبقاش عارفين الاصل بتاعه. فهناخده معانا الديدت، والديدت ده يعني الصح او الطبق، لان لازم هنحط فيه الاكل. هناخده معانا دينيت اللي هي السله، والسلات اكتشفت، يعني مصر القديمه اخترع فكره السلات، وكان على فكره بيعمل سلات من حاجات كتيره منها جريد النخل ومش عارف ايه، ولكن كان بيعملها ايضا من البردي. يبقى البردي كان ورق لكن كان بيتعمل منه سلات او سلال، وكان بيتعمل منه شباشب. كان الشباشب. وبمناسبه الشباشب احنا كمان لازم نلبس الشباشب بتاعتنا، الصنادل، قبل ما نطلع عشان نتفسح مصر القديمه. فبالتالي لازم تلبسي الثبو بتاعك، فثبو طلع فيها لساننا كده بالثاء، ثبو او ثب. فبالتالي لو لبستي شبشبير هيبقى ثب ثب. اوكي. والله يا استاذ حسام ببسط جدا بوجود حضرتك، انا بقعد ساكته اكتشف حاجات لما بتحكي. انا بقى فاهمه ازاي، يعني انا نفسي الناس كلها تعرف انت بتتكلم مصري قديم من غير ما تاخد بالك بجد. يعني المهم هتاخد معاك صحت، طبعا النهارده هو يوم الصحت، هناخد صحت اللي هي البيضه. الاج او البيضه اسمها صحت. وبعد كده هوت بس خد بالك بقى ان لما هتطلع في الجنينه احتمال تبقى جنب نهر النيل الجميل العظيم بالبريز الحلوه بتاعه بقى وبالهواء الجميل. بالليل بقى ممكن تبقى انت في حته شويه كده او الدنيا حراره سنه مثلا بعد الظهر ولا حاجه، فخد بالك من الخنمس. الخنمس بالهيروغليف يعني ناموسه. خلينا بالخنمس. بس عشان الخنمس دي بنت الخنمس دول لسه موجودين لغايه دلوقتي. الخنمس المحنطين يعني مش عايزين يمشوا. وخدي بالك ان انت كمان علشان هتبقي على نهر النيل فتاخدي بالك من المسح.
لان المسح بالهيروغليفي يعني. برافو عليك، شفت دي بقى، برافو عليك، صنجة على صنجة. والمسح اللي هو التمساح، الحمد لله دلوقتي خلاص بعد بناء السد العالي وسد اسوان ما بقاش فيه مسح عندنا في نهر النيل المصري، في بحيره ناصر فيه طبعا. واخيرا وليس اخيرا طبعا، لو عندك الامكانيه ممكن تاخد معاك كمان في السله بتاعتك حبه ها يعني حب قطعه لحمه، ده لو انت كان عندك القابليه، لان انت عارفه ان اللحمه في مصر القديمه كانت غاليه برضه. لسه والله قديمه وجديده والله زي ما هي بالظبط كده. ومفيش مانع بقى على الجنب تاخدي حبه تبنن يعني كمون، حبه تبت يعني زيت نقي عشان تحطي الزيت بقى على الفول بتاعك على البول بتاعك، وما تنسيش الطاحج يعني الخبز الابيض. طيب احنا هنكمل برضو لسه الاحتفالات زمان كانت عامله ازاي بشم النسيم. طبعا لكل اللي بيسمعونا دلوقتي 1006 ده رقم الاس ام اس، لازم نطلع اعلانات سريعه. وافكركم النهارده منورني في الاستوديو الاستاذ بسام رضوان الشماع خبير الاثار وكاتب المصريات. اعلانات سريعه ونرجع مره تانية في عيش صباحك مع كوكا كو. طبعا النهارده الاستاذ بسام رضوان الشماع خبير الاثار وكاتب المصريات. يا استاذ بسام، نرجع بقى لموضوعنا، وكنا لسه بنتكلم على الاحتفالات وان المصري القديم كان ينزل على سنجة عشرة زي ما حضرتك بتقول، وبنلبس وبناخد السبت والاكل معانا، وعاده كانوا بيتجهوا لجنينه او يعني اي حته جنب النيل. تمام كده، نكمل بقى الاحتفالات بشم النسيم كانت بتمشي ازاي. يعني من الطبيعي ان الربيع والمصري القديم بيبص على الخضار بتاعه، بيبص على الدنيا بتاعته. هو على فكره كان ليه علاقه وطيده قوي بحكايه الخضار ديت والزراعه، لان زي ما انت عارفه هو الحضاره ابتدت لما الزراعه ابتدت وتجمعه على نهر النيل، تجمعه على ضفاف نهر النيل، واكتشافه حكايه بان هو يرمي بذره بعد الفيضان في الطين الجميل بتاع النهر، فبالتالي تطلع حاجه خضراء ياكلها تطلع حلوه تبقى كده يعني. فالحياه والحضاره ابتدت من المنطلق ده. هي الحضاره ما ابتدتش بان انت تبني هرم او ان انت تشيد مسله، لا، الحضاره كانت ابتدت بطريقه فيري براكتيكال، عمليه جدا. وده كان منها الزراعه. احنا اتفقنا ان احنا خلاص اخذنا كله، لبسنا اللبس بتاعنا ولبسنا الصنادل بتاعتنا، اخذنا الصحت اللي هي البيضه، واخذنا معانا الحاع لو احنا بالهيروغليفي حاع يعني قطعه لحمه، لو احنا هنقدر نجيب قطعه اللحمه ديت. ايضا عايز افكركم ان احنا كنا لازم ناخده معانا الطاحج. الطاحج يعني الخبز الابيض، وده معناه ان المصري القديم كان عنده كذا نوع من انواع الخبز. طالما هو سمى الابيض، على المصري ما بيتكلمش كده هفزت في براون توست غالبا يعني. لكن ايه رايك لو احنا خدنا معانا الجاب بقى؟ مش عايزين ننسى الجاب معانا، والجاب هي الوزه. اوكي، الوزه. والمصري القديم كان بيباربكيو الوزه كمان. اوكي، كان بيباربكيو الوزه وكان بيشويها. ده حاجه اخر دلع خالص، كان حاجه غيرها. وعلى فكره لقينا في مقبره من مقابر في وادي الملوك بوكسز كده اهوت، مدهونه ابيض معموله على شكل طائر كبير تشبه الوزه او البطه من غير الريش بتاعها، كانها يعني خلاص مستحضره انها تتشوى. لما تم فتح الصناديق دي لقوا جوه بالفعل اوزات، والاوزات دي كانت باربيكيو وريدي تو ايت. جاهز للاكل يعني. تيك اواي، تيك اواي دليفري يعني، دليفري بقى للعالم الثاني. كانوا والله بيفكروا في كل حاجه هم ساعتها، ما نسيتش اي حاجه. وبالمناسبه ايضا في مقابر مصر القديمه وجدنا الساندويتش، يعني ده معناه ان الساندوتش مش اختراع بقى لورد ساندوتش زي ما بيقولوا. الراجل ما كانش عنده وقت دوت، فقالوا لهم اعملوا لي اكل على الترابيزه، ما عنديش وقت ان انا اروح اكل وبتاع، فعملوا له ساندوتش فاصبح لورد ساندوتش، اصبح لا، مصر القديم كان اول واحد يعمل كده. ايضا مصر القديم حب ان هو يحط على اكله حاجات تخلي الاكل برضو له ريحه وطعم. يعني مثلا عندنا الشمشمات، ده اللي هو لما انا اقول لك شمشمات، احنا قلنا التاء خلاص دي تاء التانيث، طيب شمشم تديكي شويه ايه؟ تديكي شويه سمسم. وفعلا شمشمات بالهيروغليفي يعني البذور بتاعت نبات السمسم. انت عارفه نبات السمسم بيطلع منه زيت، ممكن دلوقتي احنا بنعمل منه طحينه وبنعمل منه الحاجات الحلوه الجميله، تحط على العيش، تحط على كذا. فالمصري القديم عرف نبات السمسم. خلاص جربنا وحضرنا الشابو بتاعنا. الشابو يعني الوجبات. اوكي، خلاص يبقى كده الغداء. يبقى احنا كده ايه، حضرنا الشابو. لازم كمان تاخدي بالك انك ودي بقى رسالة وإشارة من مصر القديمة إلى المصريين النهاردة بالذات، لازم تاخد بالك من الستح، لأن مشكلة شم النسيم يا جماعة عندنا هي الستح. أرجوكوا يا مصريين يعني ما تعملوش كوزنج لأي ستح النهاردة، كويس كده؟ ستح يعني قمامة.
فواضح ان المصري القديم وضع اسم موجود يعني للكمامه. يعني وكان على فكره هو رجل وسيده كانوا بيئيين بشكل جامد جدا، كانوا ناس واعيين قوي لفكره البيئه. علشان كده نهر النيل في مصر القديمه، انت عارفه نهر النيل في مصر القديمه كان اي نهر في مصر القديمه كان اسمه اترو، اترو بالهيروغليفي، وكلمه ع يعني كبير. فلو انت عايزه تقولي النهر الكبير هتقولي اترو في بعض الناس بتحب في التاريخ انها توصل الكلمتين دول مع بعض فتبقى اتروعة، اللي هي ممكن تكون اصل كلمة الترعة، ترعة لسه اللي هي احنا بنقولها الترعة بما ان هو ترعة كبيرة يعني ان هو ايه فيك. وفي ناس تانية قالت لا، نهر النيل كان اسمه في مصر القديمة نائل، نائل، ومن هنا جت كلمة نيل. كلمة واقعية جدا، والنائل يعني النهر. ماشي، يبقى الاثنين دول ايه فيري لوجيكال ومنطقيين جدا ان احنا يكون. طيب خلاص حضرنا الاكل، حضرنا الاكل، خدنا بالنا من الستح القمامة. لما هتروح تقعد في حتة بلاش طول ما انت قاعد عايز تعمل حاجة ضد القانون فتطلع حاجة تديها مش عارف مين علشان يعديك الحتة الفلانية والكلام ده، لان في مصر القديمة كان في حاجة اسمها لذيذة قوي اسمها نكات. نكات بالهيروغليفي هي مش لذيذة خالص، نكات لما تيجي تترجميها في الهيروغليفي بمعنى something، شيء، حاجة. وفي عالم كده عملها كده دراسة حلوة وقال ان الكلمة دي معناها رشوة. تمام، نكات. كويس. فلو انا يعني الانسان ادى حاجة علشان يعمل حاجة مش قانونية فدي تبقى دي كانت مجرمة في مصر القديمة. خلاص، فبالتالي يا جماعة ما نحاولش ان احنا نتزاكى وندي نكات طول الوقت علشان نعدي في حتة مش مظبوطة او كده. ليه بقى؟ لان انت لو اتمسكت وانت بتدي نكات في مصر القديمة هتروح القتح يا حلو. القتح عادل. اوكي. ساعتها مش هيكون احتفال خالص يا استاذ بسام. طيب احنا هنضطر نطلع فاصل مرة تانية ونرجع ونكمل. طبعا عايز افكر كل اللي بيسمعونا النهارده، طبعا كل سنة وانتم طيبين. النهارده منورني في الاستوديو الاستاذ بسام رضوان الشماع، خبير الاثار وكاتب المصريات. 1006 ده رقم الاس ام اس، لو في اي اسئلة او تعليقات يا ريت تبعتوها على طول. هنسمع رامي صبري، هنرجع مرة تانية بعد الاعلانات. خليكم معانا.